لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنحاول نشارك معكم واحد المشكل ديال الدري هذا. كيكون غادي بالطوموبيل وكتبدا بحال كتقطع بحال كتفراني هو قال لي في الاول وكتقطع وداكشي. قلت ليه ياك ماليزان جي كتور وداكشي. قال لي كلشي مزيان هو اصلا كان بدل ليزان جي كتور وداكشي. وقلت ليه ياك مال المازوط الفيلتر ولا شي حاجه. كنا درنا ليه المازوط ديريكت بحال ما هكا بقى نفس المشكل. وحنا كنجيو نكونتروليو هاد البابيون ديال التسكات حيت قلت ليه هادي راه تقدر دير لك مشكل حتى هي. قلت ليه تعود تكون حيت دابا الطوموبيل ملي تكون امارش ودرتي كور غادي تسكت. هادي كتسد البرد باش ما كيدخلش للموطور. انا غادي نوريكم كيفاش سير ديماري. سي هادي في التسكيته ملي كتسكت كتسد باش الموطور ما يترعدش كتحبس البرد باش ما يدخلش للشومبر ديال الكومبيستيون. وحنا دابا لقينا هاد المشكل بغيت نشاركو معاك. ها شوف كيف كدير. شفتوها كيفاش كدير بحال كل قطيع ياك. دابا راه كديرها بزاف راه ما كانش كديرها راه عينا ما نقلبو. دابا ها هي سبحان الله العظيم مع الفيديو مع شو القطيع دابا ومع كان راكب الكاش كاع ما كاع ما كديرها في هذيك البابيو. وشو دابا هاد المشكل هذا شتي كي ولات كدير دابا. هي سكتت. دابا انا اش درت ليه مني حيدنا الكاج وداكشي كنت مشيت عندو قلت ليه غادي نديرو معاك واحد التجربه حيت هو راه الفيلتر كلشي داكشي ناضي لي زانجيكتور كلشي مليح. ولكن هاد البابيون مشيت حيدت ليه التيو بحال ما هكا حيدتو ليه وقلبت بحال ما هكا دايره مارش. تبان ليا التيو كي مره كيجبد واحد شويه. هاد الالكتروفان اللي كاين هنايا ها هو كما كتشوفوا فيه مشكل. حنا كنا حيدنا هاد التيو هذا وقلت ليه سير جرب مشى بيه هو داكشي راه مار ضرب بيه دابا واحد 100 كيلومتر. قال لي الطوموبيل ولات مزيانه. هي في الاول راه ما كانتش كدير بحال ما هكا راه سبحان الله العظيم. ما دابا مني ديمارينا ولات كدير هكا بزاف بحال القطيع ومني كيكون غادي. دابا غادي نردوا لي هاد الفيلتر ديالو كما كان. وها هو الكتروفان جناه. دابا هاد الالكتروفان غادي يكون مات واحد بحال الجليده لداخل ولات كتفويتي. هذا هو باقي مزيان غادي نركبوه وغادي نحيدوا ليه هذا ديالو وغادي يكون المشكل تحل. وراه هذه راه حاجه بسيطه. دابا شحال من واحد كاع ما يديها فيها. هي في الاول راه ما كانتش كتبين لك بحال هكا حتى كيبدا غادي في الطريق عاد بدا عاد كتقطع. حنا دابا حيت كنا لاغينا دابا يمكن علاش دارت هذه بحال هكا. حنا غادي نعاودوا نديماري بسير سير وكسيري حيت في الاول راه ما كانتش كتبين والو. وعينا من الضارب وليزان جيك تور كذا والو البلان ما بينش. كسيري مزيان كسيري كسيري بحال دابا كيقول لك راه كتقطع كتجي ما كاين والو. ها هي دابا ما دارتهاش كتبقى تشوف ما كاين لا قطيع لا والو عادي. شتا هي دابا ما دارتهاش حيت شحال وحنا محايدين لها هادي يمكن ولا كاينه شي غبره لداخل في هذاك الالكتروفان صافي مبقاش ولات كتفويتي الديبريسيون. وكل مره كيجر البابيون وكل مره كيجي هو قال لي في الاول بحال كتفراني ولكن مني سكانينا لابيز وداكشي مزيان صاي. دابا غادي بان لينا البلان غادي نحيدو هاد الالكتروفان وراه كيدير مشكل وراه خدام وكلشي كاع ما ديها فيه. سكت ايونس. هو راه خدام كلشي مني تسكت كيجبد البابيون كلشي لما كيجبدش. وراه كان خدام ما عرفتش دابا كيفاش. بعد ما حيدت لي الكتروفان كما كتشوفوا خصنا الخيط مقطع. شوف الخيط مقطع مره كيتوشي مره ما كيتوشيش. دابا معايا كتكون ديماريا كتململ بحال ما هكا وراه كان خدام مره كيخدم مره ما كيخدمش. مره حنا كنصعبوا لي الكتروفان ولكن ها المشكل. دابا غادي نحاولوا نصلحوا. شو دابا خيط بسيط غادي نعاود نلصقو ونعاود نشوفو شنو كاين. كما كتشوفو دابا الفيش باش غادي نخدموه كير مقطوع على الجدر ما بغيناش نديرو خدمه ناقصه. جنة البياسه اللي كتحيد الفيشات راه كنحيدو واحد الفران
الفران كيتحيد هو الاول من هنايا وكنجبدوا الفيش، وهاد الفيش كنصيبو فيه جوان. دابا علاش اللي كيقولك لا الموتور ما خصناش نغسلوه كذا على الفيشات ديال الضو؟ الفيشات راه عندهم هاد لي زولون، هذا الشيء هذا هو اللي ما كيخليش الماء يدخل هنايا، كما كتشوفوا شو هنايا الوسخ وشو هنا الفيش جديد. راك قلت لهم في دوك الفيديوهات القدام الموتور زعما عادي تغسلو حيت عنده الجوانات، اي فيش اي كونيكتور عنده لي زولون ديالو، عنده الجوان باش الماء ما يدخلش، اي سائل لا مازوت لا ايسونس لا والو. دابا حنا غادي نريباريو هاد الخيط هذا ونعاودو نخشيو في البلاصه ديالو ونردو الفران. ها هو الفيش، راه درنا ليه خيط اخر كما كتشوفوا، حيت ستهم دايرين ليه جوج زديات. ها شو الخيط ملي تبعتو لقيتهم دايرين ليه جوج زديات. دابا هو رجع اوريجينال ها الفيش، بقى الفران دير ليه الفران وصافي. هيا بعد ما ركبناه وداك الشيء راه كانت هنايا وكتوجي بالحديد هذاك الخيط. علاش مره كتخدم مره ما كتخدمش؟ حيت من قبل مني قلت لي ديماري وسكتو داك الشيء كانت خدامه، يعني قلت صافي راه خدامه، ولكن دابا قبيله باش قلت لكم وقلت لي سكت ما خدماتش. هي فاش جيت نقلب وانا كنصيب الخيط مقطع. دابا راه رديناه ديالو وقادينا ليه الفيج ديالو ودرته هنايا في هاد البلاصه حيت مهرسه ليها الفيكساسيون هادي. هي راه كتكون هنايا وبقات كتوجي بالحديد. دابا درناها هنا وقادينا الخيط، ها هي دابا راه خدامه مزيان، حيت هي كيما قلنا كتخدم في التسكات. سير سكت سير. ها هي غادي تبان لكم غادي كيما كتشوفوها راه كترجع بشويه. ديماري سكت صاي. دابا راه ها هي وكترجع بشويه. دابا راه القضيه عنده مزيانه، راه داك الخيط هو اللي كان داير المشكل، ما بدلنا لا الكتروفان لا والو. والمشكل ها هو تحيد خيط بسيط مقطع، راكم شفتوه، حيت ما عرفناش حنا في الاول كان قال الفيلتر وداك الشيء وليزان جيكتور الساعه، حيت كيكون غادي حتى كتبدا تقطع ما طيحش عليك حتى تقول هذا البابيون هذا ما غاديش، حيت طليت عليه في الاول قلت لي ديماري سكت مزيان، قلت لي انا راه يقدر يديرها، ولكن مني بان ليا كيتسد ويتحل مزيان قلت صافي راه ما منوش. ومني عاود مشى ثاني وداك الشيء قلت لي انا نحيد لك التيو وجرب، مني جرب قال لي صاي ولات مزيان صافي. دابا راه رجعنا داك الشيء كما كان، الفيلتر حتى هو غادي نرجعو كما كان باش نشوفوا النتيجه النهائيه. وهذه هي النتيجه النهائيه كما كتشوفوا، راه الالكتروفان دابا فين كاين، راه كلشي ولا مزيان، ما بقى لا قطيع لا والو، خيط كان داير المشكل والحمد لله بقينا تلقينا هذا المشكل. وبغيت نشاركو معكم لا يعود شي واحد يوقع حتى هو في نفس البلان. انا ذاك البابيون راه محيدو في طوموبيلتي ما كاينش، ما درت ليها حيت لوجير وحيدتها بمره. غادي نلوح لكم الفيديو في الوصف اللي ما شفيتش شايفو. وهي راه مزيان هذاك البابيون ملي كتسد كتحبس البرد باش الموتور ما يترعدش، حيت باش مني ما كيبقاش يدخل البرد للشومبر دو كومبيسيون صافي، ما كتبقاش ما كيبقى لا احتراق لا والو صافي، وكتسكت ما كيبقاش داخل البرد، والبرد فيه الاكسجين هو اللي كيساهم في الاحتراق صافي، كيسكت الموتور. وكاينين شي طوموبيلات شفت انا بحال في نيسان كاشكاي 2017 دايرين ليه هاد البابيون، ما كاينش في لادميسيون دايرينو ليه في ليشابمون، ملي كتبغي تسكت البابيون كيسد ديال الدخان باش الموتور ما يترعدش. وهذا الشيء اللي كاين، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا وتكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم.